تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة، انطلقت مساء أمس فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي فنتك والقيمة المضافة تحت شعار التحول الرقمي الثاني، بحضور عدد كبير من رؤساء الشركات والمسؤولين والمتخصصين في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأكثر من 300 مشارك من داخل وخارج البحرين، حيث يقام هذا المؤتمر بشراكة مع شركة سمارت SMB ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد صرح سعادة الدكتور ميرزا في كلمته الافتتاحية بأن مثل هذه المؤتمرات تشكل أهمية قصوى لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وذلك للدفع بعمليات التحول الرقمي التي تنتهجها مملكة البحرين في السنوات القليلة الماضية إلى الأمام وبسرعة أكبر. وذكر في كلمته بأن مملكة البحرين تشجع دائما على المضي قدما في كل ما يختص بعلوم التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في حفل افتتاح دور الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب. من جانبه أعرب الدكتور جاسم حاجي رئيس المؤتمر عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الطاقة المستدامة على دعمه وتشجيعه ودوره البارز في مجال علوم المستقبل وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي وتحفيزه المستمر لجميع العاملين في هذا المجال، مؤكدا السعي إلى جذب مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الدولية في الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل في البحرين وتسويقها كمركز إقليمي في هذا المجال. البحرين سباقة حيث أنها أخذت إجراءات كثيرة في مجال التحول الرقمي، وهي لها مبادرات كثيرة وفي مجال التكنولوجيا والفنتك وكل المجالات التي هي العلوم المستقبلية. والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لها فوائد كثيرة بالنسبة للأفراد وبالنسبة للمؤسسات والحكومات.